الدولة اللبنانية عم تقوم بواجباتها السياسية بالنسبة لموضوع النزوح السوري والداخلية بالنسبة لموضوع والتمويل الأجهزة الأمنية. بكل الأحوال الأجهزة الأمنية عم تقوم بدورها رغم الظروف الصعبة، ونحن حدها والدولة اللبنانية كلها حدها. وأساسا يعني يمكن الدول الغربية بينبسطوا إذا قلنا لهم أنه مولوا الأجهزة الأمنية وبقوا السوريين. نحن مثل ما أنا قلت أنه ما بدنا نفاوض على وجود السوريين بلبنان، ما رح نقبل انه نبقوا او حدا يبقي لنا السوريين بلبنان لقاء اي مكسب او دخل او لقاء اي لبنان خسر كثير من جراء الوجود السوري. كل المساعدات اللي اجت على لبنان لا تعادل يمكن 20% من الكلفة الحقيقية للوجود السوري في لبنان، الكلفة على الطرقات، والكلفة على الكهرباء، الكلفة على المي، الكلفة على البنى التحتية، الكلفة على العملة الصعبة اللي هو عم يحطها البنك المركزي. نحن بلبنان الكلفة الوجود السوري كبيرة جدا جدا، وكذلك الخطر السياسي والخطر على الديموغرافيا. فبالتالي أنا ما بقبل وأنا ما بحبس أنه نحن نروح عند دول الأجنبية نطلب دعم معين للقاء الوجود السوري. اكيد لا. الأجهزة الأمنية كانت عم تتابع التحقيقات وكانت عم تقول من التحقيق ما يجب قوله كل لحظة بلحظة. يا مدام كيف بدك تبلشي باجراءات اذا واحد عم يشغل وحده سوريه عنده بالبيت، وهي السوريه اللي عم تشتغل عنده بالبيت من اكثر من شهر قتلته؟ يعني شو كيف الدوله بدها تعمل اجراءات؟ يا مدام كيف بدك تبلشي باجراءات اذا واحد عم يشغل وحده سوريه عنده بالبيت، وهي السوريه اللي عم تشتغل عنده بالبيت من اكثر من شهر قتلته؟ يعني شو كيف الدوله بدها تعمل اجراءات؟ هيدا موضوع ما خصو، هيدي جريمه عاديه بتصير بوين ما كان. خادمه سوريه قتلت صاحب البيت اللي عم يشتغل عنده، ما في